مرحبا. اليوم بدنا نحكي على جهاز جديد من شركة دكة الإيطالية اللي هو جهاز الموتوس اي واي. جهاز الموتوس اي واي هو النسخة الجديدة والمحدثة اللي فيه إضافات جديدة على جهاز الموتوس اي اكس. هلا الموتوس اي واي بتميز انه فيه نوعين من الليزر، مو بس ليزر الالكسندرايت ليزر الموجود بالاي اكس اللي احنا بنعرفه بنستخدمه للهير ريموفال وإزالة الشعر. الموتوس اي واي فيه ليزر كمان اللي هو الاندياج طول موجة 1064 نانومتر اللي هو بيشتغل على البشرات الداكنة لإزالة الشعر، فهي بيريحنا من مشاكل الحروق والتصبغات اللي ممكن تصير مع الالكسندرايت للبشرات الداكنة والسمر، بالإضافة لأنه بيشتغل كمان على أمور تانية مثل التوسعات الدموية، الشعيرات الدموية الدقيقة مثلا بتكون على جوانب الأنف على الوجه، الدوالي الصغيرة على الرجلين، وبرضه ممكن نشتغل فيها على الوحمات الدموية على الوجه، بعض التصبغات والوحمات التصبغية. دكا your first choice. إذا كنتم تبحثون عن الأفضل فجعلوا دكا خياركم الأول.